لو الحكايه فيها ان فيتو مباراه الاهلي والزمالك نهائي البطوله الافريقيه ابطال الدوري مباراه صعبه صعب التكهن مين اللي هيكسب التوقع مش موجود اللي هيكون اكثر توفيقا وتركيزا واللعيبه عايشه في جو المباراه وعايزه توصل للكاس والبطوله اللي هيكون صاحبه القرار ان شاء الله نشوف مباراه ممتعه ان شاء الله.